دائما يكون عندي تعليق على الزي الرياضي، اقول ليش ما انا اسوي ثيابي، اصنع ثيابي بنفسي وانشرها حق الكل. انا لعبت تايكوندو وني من عائله رياضيه، اول ما بدينا نلعب بطولات من عمري 4 أو 5 سنين وايد كنت اركز في شنو كنا بنلبس حق البطولات. الشغف اختلط مع المهنيه. بدينا في 2020، اتذكر كنت طالعه اني اشتري ملابس حق الدوام، رحت كذا محل في السوق رجعت ما حصلت اللي انا ابي، فقلت ليش ما انا ابتدي اسوي ملابسي مع نفسي، يعني اذا انا عندي الديزاينز وعندي الكلرز اللي ابيهم ليش ما ابتدي انا اسوي مشروع. وهني بدينا. كشخصيتي وايد I take the risk in a very manageable way، يعني I don't go big. فاكتشفت the market في البحرين وشفت إن في قابلية وايد على هاي الموضوع. الخطوة الجاية إن إحنا يكون عندنا شوب ستور، سواء كان موبايل تراك ولا شوب في سيتي سنتر، ونغطي دول الخليج من ثم العالمية طبعاً نوصل لها. واللي يهمنا أكثر شيء أكثر وأكثر إن إحنا يكون عندنا طابع في المجتمع بعد.